بسم الله الرحمن الرحيم، لغة فرنسية. وما هذه الفقرة التي سنتطرق فيها إلى بعض المقتطفات وبعض العبارات المشهورة التي أتت في إطار جائحة فيروس كورونا؟ إذن في أول مقتطف كما نرى، لو كوفيد 19 إي لافيرتيسمون دو لا ناتور كي أبيل لومانيتي ألوردر. لو كوفيد 19 طبعا هو المرض الذي يسببه فيروس كورونا، اي لافيرتيسمون، اذا هو التحذير دو لا ناتور، هو تحذير الطبيعه، كي ابل لومانيتي، الذي ينادي الانسانيه، المقصود انه ينادي على الانسانيه، الوغ الى النظام. يعني نتكلم عن هذا المرض الذي ينادي على الانسانيه لتتنظم لكي تكون في نظام. ثم في القولة الموالية، لو بوغ أبلي بوغ دو لفا كو دي كوفيد 19، الفقير يخشى من الجوع كو دي كوفيد 19 أكثر من أن يخشى هذا المرض الذي يسببه فيروس كورونا. لو بوغ أبلي بوغ دو لفا كو دي كوفيد 19، إذن هو يخشى الجوع أكثر من خشيته لكوفيد 19. في القولة الموالية كما نرى، les hommes nous gouvernent les choses aussi. Le Covid 19 n'est pas exclu. Les hommes nous gouvernent. طبعا عندنا لو فيرب غوفيرني. غوفيرني يعني أنك تحكم. إذن les hommes nous gouvernent. الرجال يحكموننا. الأشخاص يحكموننا. Les choses aussi. الأشياء أيضا. المقصود بأن هناك أشياء تحكمنا أيضا. لو كوفيد 19 ني با إكسكلو، إذا كوفيد 19 ليس مستثنى، يعني أنه لا يستثنى من هذه الأشياء التي تحكمنا. المقصود بأنه هو ضمن هذه الأشياء التي تحكمنا. لي زوم نو غوفيرن لي شوز أوسي، لو كوفيد 19 ني با إكسكلو، الأشخاص يحكموننا. Les choses aussi، الأشياء أيضا، المقصود بأن الأشياء أيضا تحكمنا مثل هؤلاء الأشخاص. Le Covid 19 n'est pas exclu، إذن كوفيد 19 ليس مستثنى، يعني أنه ضمن هذه الأشياء التي تحكمنا مثل الأشخاص. القول الموالية، Les personnages et handicapés sont fragiles face au Covid 19. Les personnages، les personnes âgées، نتكلم على الأشخاص المسنين، نتكلم على لاج يعني السن. إذن لا بيرسون أجي المقصود بها الأشخاص المسنين. إي أونديكابي، هنا طبعا لا بيرسون أونديكابي يعني الأشخاص المعاقين. سون فراجيل، سون فراجيل، نقول عن شيء بأنه فراجيل، المقصود أنه هش، المقصود أنه يمكن تحطيمه بسهولة. إذن هؤلاء الأشخاص طبعا هم معروفين بالهشاشة فاس او كوفيد 19، فاس او كوفيد 19 في مواجهة كوفيد 19، يعني أن صحتهم هشة. ثم في القول الموالية، كوفيد 19 شاك انستون اتون انيغم، إذا هو في كل لحظة هو لغز. الانيغم المقصود به هو اللغز أو السر الغير معروف. امبينيترابل، لا يمكن اختراقه ولا معرفة معنى هذا السر، هذا هو المقصود. accompagné يعني أنه مرفوق d'une anxiété invulnérable، يعني أنه مرفوق بقلق قوي. l'anxiété المقصود بها القلق القوي. invulnérable يعني منيع وحصين. invulnérable المقصود بها حصين ومنيع، حصين ومنيع. طبعا كمال نتكلم عن قلق مسيطر بمعنى آخر. إذن كوفيد 19 شاك انستون اتون انيغم امبينيترابل اكومباني دون انكسيتي انفولنيرابل، إذن كوفيد 19 هو في كل لحظة لغز منيع، لغز لا يمكن اختراقه ولا معرفته. ثم هذا اللغز هو مرفوق بقلق قوي. ثم في القول الموالية، لو فيروس كورونا فيروس نو رابيل ان اوتر هيومانيتي et à notre condition d'être profondément sociaux, inséparables les uns des autres. Et de le virus coronavirus, nous parlons d'un virus corona, nous rappelle, c'est le verbe rappeler,
هذا فعل ذكر، نغابل يعني أنه يذكرنا، أنوتخ إيمانيتي يعني أنه يذكرنا بإنسانيتنا، أنوتخ كونديسيون ديتخ بروفونديمون سوسيو، ثم أنه يذكرنا بأنوتخ كونديسيون ويذكرنا بظروفنا كما نقول ديتخ بروفونديمون سوسيو، لنكون بشكل عميق مجتمعيين، يعني أنه يذكرنا بظروف أن نكون بشكل عميق مجتمعيين، ولكي نكون مجتمعيين يذكرنا بظروف أن نكون متعاونين ومتعاضدين ومتواصلين. إذن هذا المقصود بأن نكون مجتمعيين. إذن كما قلنا لو فيروس كورونا فيروس نو رابيل ا نوتر هيومانيتي اي ا نوتر كونديسيون دتر بروفونديمون سوسيو انسيبارابل لي زان دي زوتر. ثم في القولة الموالية nous pensons certes que nous vivons une évolution, une transformation, mais le virus, coronavirus, nous rappelle que nous vivons une aventure dans l'inconnu, l'aventure inouïe de l'espèce humaine. Nous pensons certes, إذا نعتقد حقيقة أو بالتأكيد. Nous pensons, c'est le verbe penser. يعني فعل فكر. هنا طبعا تأتي بمعنى اعتقد. Nous pensons certes, نحن نعتقد حقيقة أو بالتأكيد que nous vivons une évolution بأننا نعيش que nous vivons طبعا عندنا le verbe vivre يعني فعل عاش الذي يعني العيش أو الحياة. إذن حقيقة نحن نعتقد بأننا نعيش une évolution نعيش تطور une transformation نعيش أيضا تطورا نتكلم على le verbe transformer يعني أنك تحول شيئا إلى شيء أو أنك تطور شيئا إلى شيء آخر. مالو فيروس طبعا نقصد هنا كورونا فيروس، ولكن الفيروس نتكلم عن فيروس كورونا نغابيل يعني أنه يذكرنا كو نو فيفون اون افونتور يعني هو يذكرنا بأننا نعيش اون افونتور نعيش مغامرة اون افونتور دون لانكوني. طبعا هذه المغامرة هي في المجهول، لانكوني كما نقول غير المعروف، لانكوني كما لو نقول غير معروف. طبعا نتكلم عن شخص مثلا او شيء نقول عنه كوني يعني انه معروف. طبعا نتكلم عن لو فيرب كونيتر يعني فعل عرفه. هنا طبعا نتكلم عن اون افونتور دون لانكوني، اذا نتكلم عن مغامره في لا معروف، المقصود في المجهول. لافونتور انوي، اذا نتكلم عن مغامره غير مسبوقه يعني أنه لم يكن لها مثيل. دو لسبيس هومان، دو لسبيس هومان للنوع البشري، للنوع البشري. طبعا البشر هم كما نقول على أبواب مغامرة لم يسبق لها مثيل. طبعا كما نلاحظ بأن قراءة ظروف فيروس كورونا كما نلاحظ أنها تفسر بهذه الطريقة على حسب ثقافة الأشخاص. طبعا من الوجهة الإسلامية ممكن أنها تعتبر كاختبار للإنسانية أو كإنذار أو كتذكير إلى آخره. طبعا التأويلات تكون على حسب ثقافة الأشخاص وحسب اعتقاداتهم. في المقتطفة الموالية لنفس الشخص اللي هو إدغار موراه اللي هو فيلسوف وطبيب فرنسي سو سوري تيريبلومون تخيست سيل نو سور با دو سات ميغا كريز كورونا فيروس اون بونسي بوليتيك انديكون La nouvelle voie. Ce serait terriblement triste s'il ne sort pas de cette méga crise coronavirus une pensée politique indiquant la nouvelle voie. Ce serait terriblement triste, يعني أنه سيكون بشكل كارثي محزن. نقول عن شيء بأنه تيريبل، المقصود بمخيف ومهول ومفزع ومدهش. تيريبلومون كما نقول بشكل مخيف وبشكل مهول. Ce serait terriblement, يعني أنه سيكون بشكل مخيف وبشكل مفزع triste, حزين، يعني أن الأمر سيكون محزن بشكل مخيف وبشكل مهول. S'il ne sort pas de cette méga crise, إذا لم يخرج من هاد مليون أزمة. طبعا كلمة ميجا غالبا نستعملها مثلا في المعلوميات، المقصود بها مليون. مثلا نقول ميجا أوكتي كما لو نقول مليون بايت،
ميغا، المقصود بها هنا الكثرة. إذا نتكلم عن أزمة من نوع كبير بمعنى آخر، كما لو نقول مثلا طن أزمة، فعندما نقول مثلا سو سوغي تيغيبلو مونتخيست سي نو سوغ با دو سات ميغا كريز، إذا سيكون محزن بشكل مهول سي نو سوغ با دو سات ميغا كريز، إذا لم يخرج من هاد طن أزمة مثلا، إذا لم يخرج من هاد طن أزمة، المقصود إذا لم يكن هناك كنتيجة من هاد الأزمة الكبيرة. إذا نتكلم عن أزمة كورونا فيروس، إذا لم يخرج لنا ماذا؟ إن بونسي بوليتيك، فكر سياسي. إن بونسي بوليتيك، إذا لم يخرج لنا فكر سياسي. سيل نو سور با دو سات ميغا كريز، إن بونسي بوليتيك، إذا لم يخرج لنا من هاد الأزمة الكبيرة فكر سياسي. انديكون لا نوفيل فوا، يعني مشيرا ومحددا لا نوفيل فوا، الطريق الجديد غير هذا الطريق الذي تسير فيه الإنسانية والذي سيؤدي بها لا محالة إلى الهلاك. إذن طبعا علينا أن نغير الكثير من العادات وأن تتخذ السياسات جديدة على ضوء الظروف الحالية. Ce serait terriblement triste s'il ne sort pas de cette méga crise. S'il ne sort pas de cette méga crise. Coronavirus, une pensée politique indiquant la nouvelle voie. إذن نحن كأشخاص إذا لم نفكر في طريقة جديدة نسير عليها، وإذا لم نفكر في منهج جديد نسير عليه على ضوء الظروف الحالية المتعلقة بهذه الأزمة الكبيرة، فهذا سيكون محزن بشكل مخيف. فبمعنى آخر، إذا لم نستنبط الدروس فهذا سيكون لا محالة أمر محزن بشكل كبير. ثم في المقتطف الموالي، لا كوري دو سود او لو تو دو مورتاليتي اي لو بلو فابل ا اونديغي ليبيديمي كورونا فيروس سون كونفينمون ني ميزور كويرسيتيف. Une autre voie a été choisie, l'hygiène, la détection systématique des malades, l'information et les soins individualisés, mais il était bien équipé pour ça. La Corée du Sud, نتكلم عن كوريا الجنوبية، où le taux de mortalité, حيث معدل الوفيات، المقصود معدل الوفيات، est le plus faible, هو الأضعف، a endigué. نتكلم عن le verbe endigué, a endigué. إذا نتكلم عن لو فيرب اون ديغ، المقصود به روتونيغ او مويان دون ديغ، روتونيغ او مويان دون ديغ، أنك تحتفظ بالماء مثلا او مويان دون ديغ بواسطة حاجز، يعني أنك تقيم على الماء مثلا حاجزا حتى تحتفظ به، حتى تحصره. إذا تحصر شيئا بواسطة حاجز، إذا لا ديغ المقصود به الحاجز. إذن لو فيرب اونديغي المقصود بأنك تحجز. إذن لا كوري دي سود او لو طو دو مورتاليتي اي لو بلو فابل، إذا نتكلم عن كوريا الجنوبية حيث معدل الوفيات هو الأضعف، اونديغي هي حجزت، حجزت ماذا؟ ليبيديمي، يعني أن حجزت الجائحة كورونا فيروس، نتكلم عن وباء فيروس كورونا. سون كونفينمون بدون حجر، سون كونفينمون بدون حجر. إذن كوريا الجنوبية حسب هذا القول أنها لم تحجز الناس في منازلهم، ني ميزور كويرسيتيف، ولم تتخذ تدابير قسرية، نتكلم عن تدابير مفروضة على الناس. اون اوتر فوا ا ايتي شوازي، إذا نتكلم عن طريق آخر اختير، نتكلم عن طريق آخر أنه اختير. اون اوتر فوا ا ايتي شوازي، نتكلم عن كوريا الجنوبية أنها اختارت طريقا آخر. ليجيان يعني النظافة، المقصود أنها اتخذت طريق النظافة. ليجيان يعني أنها اتخذت طريق النظافة. لا ديتكسيون سيستيماتيك، لا ديتكسيون سيستيماتيك، إذا نتكلم عن الكشف المنتظم. لا ديتكسيون ومن فعل ديتكتي، يعني أنك تكشف عن شيء. لا ديتكسيون سيستيماتيك دي مالاد، إذا نتكلم عن الكشف المنتظم للمرضى. إذا هنا طبعا كوريا الجنوبية أنها اتخذت طريق آخر ليجيان يعني النظافة، إذن هي اختارت طريق النظافة لا ديتكسيون سيستيماتيك دي مالاد، ثم هي اختارت
طريق الكشف المنظم للمرضى لانفورماسيون، ثم اختار الطريق المعلومة إلي سوا انديفيدواليزي، ثم الرعاية الفردية إلي سوا انديفيدواليزي، ثم الرعاية الفردية تعتني بكل شخص على حدة. مي ولكن لكي يكون لك هذا الطريق il est bien équipé pour ça، يعني أن كانت مجهزة لهذا. ما il est bien équipé pour ça، ولكن هم كانوا مجهزين لهذا. إذن طبعا الكوريين الجنوبيين أنهم كانوا مجهزين لكي يكون لهم هذا الطريق الآخر لمواجهة فيروس كورونا، يعني أن الناس والمسؤولين كانوا يعملون منذ وقت ومنذ زمن، حتى عندما أتى هذا الوباء كانت المواجهة سهلة. نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.